بي هابينينج وبي الايف متابعين برسالتنا الاجتماعيه. رح نحكي عن اس او اس كره الاطفال ومين اكثر من ميرا طفيلي اللي تعرفنا عليها من خلال مثل بدنا نستنى على شاشه الام تي في قادر يعطينا شهاده حياه عن اس او اس كره الاطفال. بونجور ميرا. بونجور. اهلا وسهلا فيكي. ومرافقتك امل هواري مساعده اجتماعيه بي اس او اس. كمان كثير بهم انه نعرف نحن التفاصيل يلي بتصير يوميا، المساعدات كيف لازم تنعطى. نحن اكيد بدنا نرجع نحكي عن اس او اس كتوعيه، ولكن كمان نطلب من كل الاشخاص اللي عم يحضرونا يرجعوا يحسوا مع هالولاد ويعطون مساعدات. ميرا، كيف كانت التجربه؟ تجربتي هلا بالاس او اس كانت تجربه انا بالنسبه لي كثير حلوه وبعتبرها نعمه. انا ربيت هونيك وهلا صار الوقت انه خبر العالم عن الاس او اس وكيف الطفل هونيك بيعيش. الطفل هونيك بيعيش بحس حاله كأنه مع أمه وبيه، يعني بعائلة كتير طبيعية، لأنه في عنا مدير اللي هو بيساعد حتى يحس الطفل بالأبوة، وفي عندك الأم اللي هي بتحسسه للطفل أنه أمه البيولوجية وتطبخ بتغسل له تيابه. تستقبله بس يرجع من المدرسة، تستقبله بس يرجع من المدرسة، بتنتبه عليه هو حتى وقت يكون مريض. بيكون معه أخوة بالبيت، بيكون معه أخوة بالبيت بنات وصبيان. يعني بحس إنه خلص بعائلة كتير طبيعية. نعم ميرا، سؤالك دائما منفكر فيهم، هل لما بيكونوا أخوة من عائلة زيتها بيضلوا ببيت نفسه ما بيفصلون عن بعض بأس أو أس؟ إيه مزبوط، بيضلوا بالبيت نفسه لأنه بالنهاية هو الأخوة، يعني مزبوطين من نفس الأم والبي. بس حتى لو كانوا من غير أم وبي، يعني الأطفال مش كلهم بيكونوا من نفس الأم والبي بنفس البيت، يعني بيكون في 9 أولاد تقريبا. هول التسع أولاد خلص بعتوا لبعضهم خيي وأختي. هيك بيتربوا، هيك بيتربوا الأم اللي بتربيهم ماما، خلص بيربوا على هذا الأساس. قد كان عمرك؟ أنا كان عمري السنة. أوف. كان معك إخواتك؟ أنا وحيدة من الماما والبابا. اوكي. وشو صار يعني بعضهم حيين والدك ووالدتك كانوا بوقتها؟ صح، بعضهم لهلا لليوم. كمان لليوم بعضهم عايشين، وعلاقتي كثير منيحه حتى مع البابا يعني. بس ايام ظروف الحياه هي بتخليك تفكري باولادك انه هونيك رح يتعلموا، رح يوصلوا، رح يعيشوا. صار في انفصال بين والدك ووالدتك؟ نعم، وهيك صار في انفصال، تفككت العائلة يعني. صح. واضطر الوالد انه تكوني موجودة بكرة الأطفال اس او اس لأنه ماديا ما كان قادر يقوم فيكي. يعني الموضوع كله مؤثر جدا، ولكن هالفرح يلي بتحكي فيه عن اس او اس هو يلي بيعطي أمل وبيخلي انه يقول كل شخص انه على القليلة فيها البديل. هيدا الشيء يلي بيخلي الإنسان يتحسن ويتقدم ويتطور. قديه اجتماعيا أمل هيدا الموضوع ممكن يكون مضر للولد، وقديه بتخلوه يكون إيجابي بـ SOS؟ أول شيء بونجور. هو أكيد إيجابي للولد، لأنه أنت عم بتشيلي ولد من مجتمع مع الوقت ممكن يكون لقدام آفة اجتماعية كتير كبيرة. يعني وقت تشيلي الطفل من قلب عائلة، أنت منك أنت عم تجي تشيليه وتسلخي، أنت عم تضطري أنك تكوني عم، الأهل هن عم يضطروا يحطوا أولادهم بهيدا القرية. أنا إذا بدي أحكي أكثر قبل عن هيدا الموضوع، هي البداية كانت بقصة مؤثرة بالنمسا مع هيرمينج ماينر، هو الشخص اللي أسس الـ SOS. عاش بالحرب العالمية، فقد أهله وأخته، ربته بنفس الطريقة، فتكونت فكرة الـ SOS. وبلبنان بلشت بالـ 64، 1964، وهي جمعية لا تبغى الربح وغير حكومية. نعم. اوكي، نحن بناخد الأولاد، الكرايتيريا اللي بناخدهم هن الأطفال المجهولي النسب، أطفال أيتام الأم والبي إذا ما كان في عائلة بديلة تكون عم بتربيهم، أطفال قرارات المحكمة إذا كان في أي نوع من العنف الجسدي أو الجنسي، والأطفال الأيتام الاجتماعيين اللي هن عندهم مشاكل اجتماعية مثل طلاق أو فقر، أو حتى أهل غير قادرين أن يكونوا عم بيربوا. نعم. بتبلش المساعدة من البداية، وقتها بتنزل أسيستانت سوسيال على البيت تاخذ هيدا الطفل، تشوف اذا الكرايتيريا تبعه مناسبه للاس او اس. بيندرس بملف اجتماعي صحي،
ملف شامل حتى كيف ربي كيف عم بيربى الولد، وهون بتحول للجنه التربويه بتقرر اذا هيدا الكريتير انه يطلع على الاس او اس على الفيلاج او انه يتساعد بقلب نيفو عائلته. يعني نحن عندنا بالاس او اس دو بروجرام، واحد بقلب الفيلاج والثاني بالعائله، نقدر نكون عم نساعده. بصير في متابعه ايضا أكيد. نفسيه واجتماعيه وكل شيء. اكيد 100%. في اسيستنت كمان بالبي ار اف بينزلوا بيتابعوا، ممكن من يساعدون من ناحيه الغذاء، المسكن، الاقساط المدرسيه، يعني في عندنا سيستمين لل معناتها من المحكمه اوقات بيتوجهوا لكم؟ المحكمه وقتها بيجي قرار محكمه الطفل اجباري يكون عم بيطلع على الفيلاج، لانه بنكون عم نحميه من شيء بالانتوراج تبعه. يعني ممكن من بتزيد الحالات أمان. اكيد اكيد في كثير حالات. شو الاسباب اللي عم بتزيد حاليا؟ في اسباب كثير اللي هي عنف جسدي او حتى اغتصاب او عنف جنسي. كم ولد اليوم في بالاس او اس؟ تقريبا عندنا 180 ولد بقلب الفيلاجات، وعندنا بالبي ار اف في كثير كايات عم بيتابعوا بقلب عيالهم. ميرا سمعنا كثير انه عم بتنادي بانه الناس يساعدوا يلحقوا هالبرامج اللي عم تضعهم اس او اس، ولان برامج بسيطه وخفيفه جدا اقتصاديا يعني على المواطنين لحتى يقدروا يساعدوا هالولاد. اليوم قد ايه في حاجات باس او اس؟ شو هي الحاجات والصعوبات يلي بيمروا فيها؟ هلا في كثير حاجات لانه الطفل اللي بيكون بالاس او اس بالنهايه بده ياكل، بده يشرب، بده يلبس، بده يتعلم. يعني هلا الاهل بيكون عندهم طفل وبالكاد بيقدروا يعني يعلموه ويربوه ويوصلوه يفوت جامعة، لأنه في غلاء معيشة كتير يعني صار بالبلد. طب كيف هذا الطفل اللي ما عنده حدا؟ كيف في 180 طفل هلأ بدهم يأكلوا ويشربوا ويلبسوا يتعلموا؟ هذا كله بحاجة لنا يعني، وأكيد رح نادي. بتحسوا بهالصعوبات لما بتكونوا عايشين أنتوا كأولاد بهالبيوت؟ أو ما بخلوكم أبداً تشعروا بالحاجة؟ لا ما كنا نحس صراحة، كان كل شيء وصلنا، بس كنا نتعلم دايماً كيف ترجعي تعطي. هيدي أهم شيء يعني، خاصة بكريسمس أنا ما بنسى الماما كان يجيني مثلاً سبع كادو. شو اسمها الماما؟ صباح. نوجه لها تحية بعدها بسؤال؟ لا خلص لا. قاعدت قاعدت تحية كتير كبيرة. كان يجيني تقريبا سبع كادو يعني بكريسماس، لانه بيطلع كثير جروبات لهونيك وبيشاركوا وبيساعدوا. كانت تعلمني على طول لازم اتخلى عن كذا كادو لنروح نعطيهم لاطفال بعد بحاجه اكثر. بحاجه اكثر. فانا بحياتي هيك ربيت وهيك تعلمت، وهلا ديجا مكمله؟ يعني مكمله اكيد. مكمله معهم مع اس او اس ميرا؟ يعني أنا بلشت رسالتي من سنتين، بلشت لحالي قبل ما فوت على مسليبان وهيك، بلشت بنيت طفل فوق لأنه كنت عم فتش على السلام الداخلي، هذا هو. وبلشوا رفقاتي كيف بيتبنوا؟ ما بيعرفوا كيف. خلينا ناخذ فكرة سريعة أمل قبل ما نختم عن أكيد. البرامج المساعدة. أكيد نحن عندنا سيستم السبونسرشيب، ممكن الشخص يكون عم يعمل سبونسر لهيدا الطفل ويزود دائما بملف عنه، بنقدر نكون دائما عم بيشوفه لهيدا الطفل. عندنا المساعدات الدوناسيون اللي هي 20,000 بالشهر. ما زادت مع غلاء الاسعار على فكره. اكيد من زمان لليوم. عندنا الماني بوكسز اللي هلا هي عن جديد عم تنحط بالسوبر ماركت، بالمدارس، بالصيدليات وهيك. عندنا الحملات اللي عم نعملها بالمدارس، نعرف اكثر الاولاد عن الاس او اس والعطاء. اكيد، لانه بالنهايه الطفل هو اذا انت كنت من الصغر عم بتعلميه على هالشيء الانساني، هذا الشيء اللي حيخليه اكثر يعني يشارك ويكون يعرف اكثر المجتمع المؤسساتي. هول كلهم تقريبا. انا بهيدا النهار انا بحب اشكر كل اللي عم بيساعدونا وكل عم بيوقفوا حدنا اكيد، لانهم كثير كثار، وبقول لهم انه نحن بلاكم ما بنقدر نكفي مهمتنا الانسانيه ابدا، لانه هي قضيه كثير كبيره وقضيه مجتمع واطفال نحن عم نحميهم يكونوا اطفال. ومش بس عم نحكيهم، مش بس عم نحميهم، نحن كمان عم نربي لمجتمع افضل، وهيدا اللي هو الهدف الاساسي والاكبر لكرة الاطفال اس او اس، لحتى أكيد. ما يكون في مجتمع فاسد، لحتى ما يوصلوا الاولاد لاماكن
غير مرغوب انه يوصلوا عليها ويصيروا افة بدل ما يصيروا هن امل المستقبل. بدي اقول لكم يعطيكم الف عافيه امل لهواري وميرا طفيلي. ميرا بدنا نتمنى لك كل النجاح. ميرسي. ونشوفك دائما بتالق اكثر واكثر. انبسطنا كثير فيكي اليوم. ميرسي. ويعطيكم الف عافيه. نعاد عليكم على كل اولاد اس او اس كمان. رح ناخذ بريك وبنرجع.